نروح لأول فقرات برنامج الأشبال، نشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. نبتديها الأول مع أهلي 2001. الأهلي يهزم نجوم السادات 4-0 وديا استعدادا للإسماعيلي. أهلي 2002، أهلي 2002 يواجه نجوم المستقبل في افتتاح بطولة القطاعات. كل التوفيق إن شاء الله 2002 في المرحلة المقبلة في بطولة القطاعات. نروح نتاج الجولة 24 لدوري الجمهورية للناشئين 2003. أصفرت عن فوز الزمالك على المقاولين 1-0، الإسماعيلي على الجونة 2-1، الاتحاد على مصر المقاصة 1-0، سموحة على بيراميدز 2-0، طلائع الجيش على حرس الحدود 4-1، وادي دجلة على طنطا 5-3. حصل الأهلي وإنتاج الحرب وإنبي على راحة في هذه الجولة. نروح لأهلي 2004. أهلي 2004 والتعادل الإيجابي مع الجونة 2-2 في بطولة الجمهورية، وما زال أيضا بعد هذا التعادل أهلي 2004 يتصدر جدول المسابقة في دوري الجمهورية. هنروح لنتائج 2004، نتائج الجولة. فوز إنبي وتعادل الأهلي وخسارة الزمالك والمولين في دوري الجمهورية 2004. فوز إنبي على المولين العرب 1-0، بيراميدز على الزمالك 2-1، مصر مقصة على طنطا 4-0، حرس الحدود على الإسماعيلي 1-0، سموحة على الإنتاج الحربي 3-1، وتعادل الجونة مع الأهلي التعادل الإيجابي 2-2. هروح لأهلي 2005. كابتن أحمد سمير المدير الفني ومعاه كابتن معتز إينو المدرب العام. فاز أهلي 2005 على حلوان بخماسية في دوري القاهرة. جاءت خماسية الأهلي عن طريق فارس خالد هدفان، يوسف عفيفي وسيف أيمن وأحمد فكري هدفا لكل منهما. أهلي 2006 يفوز على النصر بثنائية في مهرجان البراعم. جاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد شريف وعمر سيد معوض. كل التوفيق إن شاء الله لأهلي 2006. هنسيب النادي الأهلي وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد كده نروح لمنتخب الشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في بطولة كأس العرب والتعادل الإيجابي في المباراة الأخيرة 2-2 مع منتخب السعودية. كان افتتح منتخب مصر الشباب بطولة العرب بفوز كبير وأداء رائع على منتخب الجزائر بنتيجة 4-1. كان أحرز أهداف منتخب مصر اللاعب أسامة فيصل هدفين، ومحمود عبد المحسن هدف، وإبراهيم عادل هدف. تعادل الإجابة أمام السعودية 2-2. أحرز أهداف منتخب مصر اللاعب حسام عبد السلام وأيضا اللاعب أسامة أحمد. هنروح نشوف دلوقتي مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة اللي بتضم المجموعة الأولى العراق وتونس وموريتانيا والكويت، المجموعة الثانية المغرب والبحرين ومدغشقر وجيبوتي، المجموعة الثالثة السعودية اللي فيها مصر وفلسطين والجزائر ومنتخب مصر، المجموعة الرابعة السودان وليبيا والإمارات والسنغال. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، 4 مجموعات. منتخب مصر فيها المجموعة الثالثة بتضم السعودية ومنتخب فلسطين والجزائر ومصر، وبنشكر الاتحاد السعودي على هذا التنظيم العربي الرائع. نروح بقى لترتيب المجموعة الثالثة اللي بتضم منتخب مصر بعد الجولة الثانية. مصر فازت على الجزائر 4-1 في اللقاء الأول، وأيضا التعادل الإيجابي مع السعودية. السعودية في الصدارة لعب ماتشين، فاز في مباراة وتعادل مع منتخب مصر ل4 نقاط. مصر أيضا تتساوى مع السعودية أيضا 4 نقاط. الجزائر في المرتبة الثالثة أو في الترتيب الثالث أيضا برضو 3 نقاط. فلسطين في المرتبة الأخيرة لعب ماتشين وخسر الماتشين. كل التوفيق إن شاء الله للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني المعاون. بطولة أكيد يعني خير استعداد إن شاء الله للتصفيات الرسمية في قبل شهر 10. كابتن ربيع ياسين يقدر يقف على القوام الأساسي، اللعيبة تكتسب خبرات من خلال المباريات دي، يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة. إن شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين اللي هو دايما معودنا مع منتخب مصر الشباب بيعمل نتائج طيبة. نروح نشوف